الوطنية، لكن كمان وإحنا بنبني هذا الوطن مشروع قناة السويس هو أيضا حالة من الحالات الوطنية. وبشوف ذهاب الناس لشراء شهادات الاستثمار المتعلقة بقناة السويس هو نوع أيضا من مد يد العون لهذا الوطن، حتى لو كانت شهادات الاستثمار مربحة، لكن التكالب من الناس بالشكل الذي نشاهده يوميا يؤكد أنه عدنا إلى الحالة الوطنية، عدنا إلى حالة الالتفاف حول مشروع وطني يمثل حلما لنا جميعا. كل يوم هنصور لكم إقبال الناس على شراء شهادات الاستثمار. مشروع قناة موازية للقناة الأم تدر عائدا ماديا كبيرا على مصر، مشروع قناة السويس الجديدة. نتكلم في ملحمة تاريخية الشعب المصري كله جاي بيساهم فيها، وكل جميع طبقات الشعب من اعتبارا من 10 جنيه لحد الملايين. ما زال إقبال شديد على بيع هذه الشهادة. الشهادة وجينا نتكلم على الشهادة، الشهادة دي اسمية، لا يجوز التنازل عنها أو تحويلها باسم شخص آخر. فئات الشهادة 10 جنيه و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها. ال10 جنيه وال100 جنيه دي العائد بتاعها تراكمي، بتاخد بعد 5 سنين. ال1000 جنيه ده عائد دوري كل 3 شهور وعائد 12% سنوي. منذ اللحظة الأولى بادر الجميع للوقوف صفا واحدا خلف هذا المشروع، وبدأ طرح شهادة استثمار في البنوك المصرية لمشاركة المصريين لاستثمار أموالهم في قناتهم الجديدة. المبلغ اللي تم بيعوا لحد امبارح من الشهادات حوالي 20 مليار جنيه، يعني بنتكلم في تقريبا في ثلث المبلغ المطلوب اللي هو 60 مليار. ده بيدل على إقبال المصريين على شراء الشهادة، وده يعتبر تحدي كبير من المصريين لإنقاذ مصر ومستقبل. إقبال كثيف منذ أول يوم على شهادة استثمار القناة التي بلغت حقيبة الإيداع بها 20 مليار جنيه، وكان أكثر الفئات إقبالا فئة 1000 جنيه. أنا جاي النهاردة عشان في حب مصر واشتري شهادات قناة السويس، عشان يعني هنا البلد ترتقي وتبقى كويسة إن شاء الله، وأنا بدعي كل المصريين إن هم يجوا يشتروا. الناس بسم الله ما شاء الله كل مشارك، والعملية حلوة جدا، وإحنا إن شاء الله هنكون عند حسن ظنه وهنبني بلدنا بإيدينا فعلا. جاي دلوقتي بشتري 7 شهادات لبنتي موجودة في الرياض في المملكة العربية السعودية. اللي أنا شايفاه إن دوت وعي المصريين كل يوم بيأكد حقيقي إن هم 7000 سنة، ده مش هزار، دي حقيقة جينات في قلب الشعب المصري بتأكد وعي كل يوم عن التاني. بغض النظر عن العائد، لكن هو في النهاية حاجة إن شاء الله تكون مساهمة في نهضة بلدنا بإذن الله تعالى. استثمار قناة السويس أنا جاي أشتريها لإيه؟ ليا ولبناتي، أنا عندي بنتين، وده يعني حاجة ليهم ومستقبلهم ومستقبل مصر.